لكن ايه اللي حصل في مباراه الاهلي؟ الاهلي مستوى الاداء قياسا على النتيجه مرضي ولا مش مرضي؟ هنشوف الكابتن عزيز بنير وهو يتحدث للقناه الناقله بي ان سبورت عن النتيجه والاداء بالنسبه للاهلي. نتيجه مثاليه، وهذا كما كنا ننتظر، انه تسجل هدفين بدون يتلقى اي هدف. وصراحة لازم نقول بان اليوم ما كناش ننتظرنا الاهلي سوف بهذا الاداء في الشوط الثاني انه سوف يسجل هدف ثاني. يعني لماذا؟ لان الاهلي تراجع كثير، حافظ اكثر سعى اكثر على الحفاظ على النتيجه اكثر من محاوله تسجيل الهدف الثاني. لكن تكلمنا عن انه لازم يضغط على هذا الدفاع، لازم انه يدفع للغلط، وهذا ما سواه في الهدف الثاني. شفت الهدف الثاني عملية مثلث ما بين بواليا ديانغ وأجايي، أعطت كرة عميقة ما فيها ولا شيء، ولكن فيها ضغط على الحارس، فيها ضغط على المدافع. حتشوفوا الهدف الثاني فيها ضغط على اللاعبين، ولذلك فكان هناك دفعتي للخطأ وسجل الهدف الثاني. أنا أقول بأن هناك ثلاث عوامل أن اليوم نجحت أعطت الفوز للأهلي. أولا الانضباط، لأن الأهلي كان منضبط، شناوي، ألو ديانك، وبدر بانون. نحسب المدرب حساباته أيضا، إيش عندي في دكة الاحتياط؟ إيش ممكن أن يساعدني اليوم؟ مش ممكن أنه يحتف. دخول صلاح محسن كان مهم جدا وكان فعال، وشفت سرعته ادت اعطت الاضافه، سرعته، حسه، ايمانه. لذلك فالتغيير دائما مهم للفريق، ومهم انه المدرب ينجح في التغيير. يعني لفت نظري ويتحدث تكتيكيا ان اسلوب الضغط الذي اتبعه المدرب مأمن وبيلعب بما يشبه التراجع الدفاعي وهو تنظيم دفاعي، لكن كان بيضغط. ومن احد وسائل الضغط من اجايي وديانج وكره عميقه استطاع احراز الهدف الثاني في توفيق من خطا مباشر من الحارس. لكن بيقابل دي، خد بالك حاجه، عارف خطا الحارس جه ليه؟ الحارس هو طالع رايح يمسكها، ففجأة أدرك إنه عدى الخط، عدى خط ال 18، فبعد ما رفع إيديه راح منزله. أيوه كان صلاح مبسوط، هو يعني تعتبرها نوع من العدالة التي تحققت لأنه عقابه على الفرصة الأولى. لأنه طبعا كان ينبغي طرده واحتساب. عايز أقول لك على حاجة، ظهر محمد شريف الحقيقة مش ممكن. لو هتشوف الصورة دلوقتي أنا عايز أشوفها وهو رافع، لا دي ده ظهر، أنا نفسي أشوف صورة وهو في الأرض رافع الفانيلا، عشان ما يقولوش دي أنتوا جايبين صورة حد تاني. هو في الملعب ورافع الفانيلا. الكرة دي صورة محمد شريف على صفحته وهو بيقول له ده ظهري. لأنه الحقيقة في الملعب حتى لو في صورة جاهزة للحارس وهو رايح، أولاً ملبس رجله في ظهر محمد شريف قبل ما يمسك الكرة. يعني الحكم كان ممكن التمس له العذر إنه ممكن يكون عمودي على اللعبة فربما يكون ما شافهاش. لكن اللاين مان هنا مشكلة كبيرة جداً لأنه على الجنب شايفها. أستاذ إبراهيم، لعيب مرة واحدة عامل كده مكفي على وشه وبيحسب عليه ازاي؟ يعني تقول له بيحسب عليه فاول على شريف. يعني حتى بالحقيقة كان في شريف في احد الافلام انا هريته ضرب بوشي على ايده هو ده كده بالظبط كده. فالكلام ده ما يعني هو لكن النية، بقول لك الانذار بتاع بدر بانون ملخص الماتش. انت بتكتف فرقة. بص ادي اللقطة اهو اهي الحقيقه، لا دي في واحده اوضح. كابتن ناصر عباس في تحليله هنا في القناه مع كابتن ايمن شاوي الاستوديو التحليلي، شفت له لقطه هو جايب، لا في واحده اوضح اللي قبل دي بالظبط. طب اللي قبل دي، لان دي خلاص دي مسك الكوره، لا مش مسك، ده دي ضربه خلاص ورجله نازله كشطت كشطت ظهره وبيقع. ده في واحده هو فارد رجله كده بقى، فارد رجله ومستني الكوره، يعني الاعتداء حاصل قبل الكوره ما تيجي، قبل ما توصله رجله في ظهر اللعيب ولسه الكره ما جاتش. وهنا ما فيهاش اي كلام عن خطا تقدير الحقيقه، لانه ما نطش حتى. اعتداء يلزم ضربه جزاء ويلزم طرد الحارس وما حصلش.